السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في وصفة من وصفات كويزين عشا فلاح. اليوم غادي نقدموا واحد لاشناك كيجيو رائعين بطريقة سهلة واحترافية. كنقدموهم الكوتي ولا الفطور للوليدات ديالنا. نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة الوصفة. بالنسبة للوصفة ديال العجين، كنحتاجو حبة ديال البيض، 3 معالق كبار ديال الزيت، 15 غرام ديال الخميرة حبيبات، عندي هنا شوية ديال الملح، معلقة ديال الزبدة، عندي هنا 60 غرام ديال السكر سنيدة، وميتين مليلتر ديال الحليب، وعندي هنا نص كيلو ديال الفورس. أول حاجة غادي ناخدو هاد الخميرة هادي ونديروها مع الحليب، ونديرو معها واحد الكمية ديال السكر باش تفاعل دغيا، ونخليوها على جنب، وناخدو باقي المقادير نديروهم في العجانة. في البول ديال العجانة غادي نديرو الدقيق، ونديرو سكر سنيدة، ونديرو داك 3 معالق كبار ديال الزيت، حبة ديال البيض، غندير الملحة، وديك معلقة كبيرة ديال الزبدة، ونضيفوا لها الحليب والخميرة من بعد ما يتفاعلوا. من بعد ما تفاعل عندي الحليب هو والخميرة، غادي نصبهم وندير الكل في العجانة يتعجن مزيان. بعد الأثناء هذه غادي نضيف واحد شوية ديال الماء، جات تقريبا واحد نص كاس ديال الماء، ونخليوها تعرق مزيان مزيان حتى الحصول على عجينة اللي تكون رخوة. دابا العجين تتلك عندي مزيان كما شفتوا، ها هو هذا بحال هكا. غادي نصبو في واحد الزلافه ونغطيه، ناخذ واحد الجبانه وكنرشها بشويه دقيق، وكنحاول نجمع العجينه بحال هكا، ونخليوها نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها تخمر واحد ساعتين في الثلاجه. بالنسبه للكريمه ديال الحلواني كنحتاجو 4 ديال الحليب، كاس كبير، عندي هنا خنيشه ديال الفاني، 60 غرام ديال السكر، و3 معالق كبار ديال البودره ديال الحلواني كريم باتيسير اللي هي على شكل بودره، وعندي هنا معلقه ديال براليني. هذا اختياري، اللي بغات ديرو ديرو، اللي ما بغاتش ديرو راه زعما ماشي ضروري ان نديرو في هذه الوصفه هذه. كناخذوا الكاسرونه وكنديروا فيها العناصر كلها، الفاني، سكر سنيده، و كريمه ديال الحلواني على شكل بودره، هذه كتبقى اسهل. غنحركوا جيدا ونديروها فوق النار حتى تعقد، عاد نضيفوا لها هاد معلقه كبيره ديال البراليني. انا بغيت نسمها بهاد البراليني هذا، يعني راه ماشي ضروري. انا من بعد ما طابت عندي الكريمه ديال الحلواني غادي ناخذها ونصبها فوق هاد البراليني هذا، ونخلطو مزيان حتى تنسجم عندنا الكريمه مع هاد البراليني. يمكن لكم تضيفوا حتى الشوكولا حتى هوايا ديال الدهن. صافي، هنا خلطت مزيان حتى تنسجم عندي هاد العناصر كلها، ودابا غادي نغطيها، نحاول انني نلصق عليها البلاستيك الفيلم الغذائي، ونخليها تفرد لحين الاستعمال. ناخذ 4 ديال الزبده ديال التوريق، غادي نديروها بين جوج اوراق ديال الطبخ، ونحاولوا نعطيوها هكا ونعطيوها على شكل مستطيل. هاد العجين هذا يقدر نديرو به حتى لي كخواسون، لان هادي هي لاباز ديال لي كخواسون. غادي نحطوها ونزويو عليها هاد الكاغي بهاد الشكل هذا،
ونحاولوا اننا نسرحوها على قد هذا الاطار هذا اللي ديال الورق. صافي عطينا هذا الشكل ديال شكل مستطيل. غادي نديرها في المجمد واحد 5 دقائق عاد نشكلوها في الورق في العجين ديال الشنك. العجينه من بعد ما توجدت عندي واحد الساعه ديال المكنه في الثلاجه، ها هي كما شفتوا كتخمر واخا في الحال بارد. احسن حاجه هو نديروها في الثلاجه كتعطي نتيجه افضل. غادي نرشوا سطح العمل الدقيق ونحطوا العجينه ديالنا. نحاولوا نديكازيوها نحيدوا منها الغاز اللي كان فيها. وغادي نحلوها هكا بالدلك نعطيوها شكل مستطيل كبير. دائما نعاونوا بالدقيق. بعد ما سرحنا العجينة كناخدو الزبدة ديالنا كنسرحوها هكا في العجين ونجيبو هاد العجينة هادي هكا نستعنو بالدقيق دائما وناخدو العجينة ديالنا ونبداو نديرو عملية التوريق. غادي نديرو ليها ثلاثة ديال لي توغ سامبل، يعني ثلاثة ديال اللفات اللي هما عاديين ماشي مضوبلين، وما بين كل لفة ولفة كنخليوها ترتاح 20 دقيقة في الثلاجة. هذه غتكون اللفة الأولى. غادي ناخدو هذه هكا وناخدو هذه هكا نديروها في البلاستيك ونخليوها ترتاح من 15 حتى 20 دقيقه في الثلاجه. دابا غادي ندوزو للتور الثاني. بعد ما دازت 20 دقيقه عليهم في الثلاجه، دائما هذا الكوطي اللي كنسدو هو اللي كنجيبوه من الجهه ديالنا، وكنبداو ثاني عمليه ديال التوريق. ثاني غادي نديرو لها نفس الطريقه اللي درنا النوبه الاولى. وغادي نغطيوها عاوتاني نفس الطريقه 20 دقيقه في الثلاجه. نكملو التوغ الثالث. ملي كترتاح لنا العجينه كتعطينا الطوع كنقدروا نشكلوا بها كيف ما بغينا. دابا عاوتاني غنسرحوها
صافي دابا غادي نبداو نشكلوها. تشنيك نحاول نعطيوها شكل مستطيل. دابا بسطنا العجينه بحال هكا، غناخذ واحد البيضه نطرفوها ندهنوا هذه الحواف هذه بحال هكا باش تلصق لينا. ناخذ الكريمه ديالنا اللي وجدنا ونبسطها كلها على السطح ديال العجينه. صافي دابا بسطنا هاد الكريمه، نقدروا نستعملوا اما لي غيزان الزبيب اللي كنكونوا مصيرناه في يعني رقدناه في 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 عصير الليمون. انا ولادي ما كياكلوا ليش الزبيب، غنحاول انني ندير لهم غير بيبي شوكولا. تقدروا ديروا فواكه معسله، تقدروا ديروا لوز افيلي، مربى، اي حاجه عندكم كيبغيوها وليداتكم. ودابا غادي نحاول نلف العجين ديالنا هكا. نسدو هادو مزيان، كيعطينا بودان على هاد الشكل هذا. اللي بغات تدخلو للثلاجه تدخلو يبرد شي شويه عاد تقسمو، اللي بغا تقسمو من دابا تناخدو طاوة كنفرشو ليها الورق سلفوريزي. غادي ناخدو واحد الموس ونبداو نقطعو هكا، وما بين كل قطعه وقطعه كنحاولوا نمسحوا باش ما نعمروش العجين ديالنا بالكريمه اللي لداخل. كما شفتوا يعني سنتيم سنتيم ونص حتى لجوج سنتيم كيبقى السمك على حسب كل وحده واش بغاتهم مغلاضين او لا رقاقين. غادي نستفهم في الطاوه ونخليوهم يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. ديك الساعات غادي ندهنوهم بالبيض. انا غنستمر حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. العجين ديالنا من بعد ما خمر كناخذوا بيضه وكندهنوا بها الوجه ديال الجناب بطبيعة الحال. كنكونوا مسخنين الفران على درجه حراره 200 يعني العافيه مجهده شويه، وكندخلوا ليه الشناك ديالنا حتى كيطيبوا كيتحمروا. انا غنستمر هكا حتى نكمل وندخلهم الفران يطيبوا ونتلاقاو. الشناك ديالنا من بعد ما طابوا من الفرن زينتهم بهذا الشكل هذا، دهنتهم بالناباج اولا بالمربى اللي متوفر عندكم، زينتهم بشويه ديال اللوز وكيجي الشكل ديالهم جميل. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك وتابوناو في لاشين ديالي اللي مازال ما تابوناش. نقولكم الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. نوريكم كيفاش كيجيو من الشكل ديالهم من الداخل بحال هكا. ومن الاهم من هادشي انهم مورقين بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش انكم تجربوا الوصفة، راها ناجحة 100%. الى اللقاء.